نظم مجلس الأعمال المصري الكندي ندوة تحت عنوان مشروعات الطاقة في مصر، الفرص والتحديات، محورها التنمية والطاقة المستدامة، ذلك بحضور عدد من الخبراء الدوليين. في إطار بحث سبل الاستثمار في مجال الطاقة في مصر وفرص الاستفادة المطروحة منها، نظم مجلس الأعمال المصري الكندي ندوة بعنوان مشروعات الطاقة في مصر، الفرص والتحديات. تعتبر مصر يعني عندها نوع الوفرة في الطاقة، إنما طبعا احنا لسه بنبص لنضاعف هذه القدرة على مدى السنوات القادمة، لأنه احنا إن شاء الله بنتوسع، بنتطلع لتوسع أكبر في مجال الصناعة وجذب الاستثمارات من الخارج، فدي كلها محتاجة مجال كبير للطاقة. شارك بالندوة نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وعدد من خبراء التنمية المستدامة في المنظمات الدولية كالوكالة الفرنسية ومؤسسة التمويل الدولية والأمم المتحدة. اتكلمنا في هذه الندوة على قطاع هام جدا وهو قطاع الطاقة. كلنا نعلم طبعا أهمية الطاقة، ويمكن أنا وجهت لهم سؤال عن مرئياتهم بالنسبة لمصر بعد إجراءات الإصلاح الاقتصادي وتأثير ذلك على الدعم الموجه لقطاع الطاقة. كانت الحقيقة إجابتهم إيجابية جدا، أن مصر بتسير بخطى ثابتة وأن الإصلاح الاقتصادي فعلا في طريقه السليم. المؤتمر النهاردة كان بيتكلم أن احنا إيجاد طاقات بديلة من أشعة شمسية من خلال بعض المحطات الموجودة واللي بتدعمها منظماتها، واللي كان شاركة معانا النهاردة في المؤتمر والغير هدفة للربح. طبعا ده أدى أنها تدعم مؤسسات كبيرة، وأن احنا في الفترة الأخيرة يمكن ما بقاش في أزمة قاعدة الطاقة، بل بالعكس مصر في الفترة الجاية إن شاء الله هتكون قادرة على تصدير الطاقة للدول القريبة منا. تأتي هذه الندوة التي نظمها مجلس الأعمال المصري الكندي لمناقشة استراتيجية الحكومة المصرية للارتقاء بمنظومة الطاقة الجديدة والمتجددة وكيفية الاستغلال الأمثل لها. مينا مكرم، أون لايف.